اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين. ثامر شلاب عبد الزهره، من مواليد كربلاء 1979، ملقب بثامر العارضي، خريج الاعداديه، لدي شهادة الاعداديه، متزوج ولدي 5 اولاد. بدات بارتقاء المنبر الحسيني عام 1996، بدات بكتابه الشعر عام 1997. اول قصيده قراتها كانت قصيده دنيتاها والطمع عامية للشاعر جابر كاظمي. اول قصيده كتبتها كانت قصيده لام البين عليه السلام، هذا سيفك هذا جودك ذول اخوتك وفوا بالطفل الزكيه. اقرب قصيده الى قلبي قصيده المرحوم مهدي الاموي، هاي دار النوايب عتبوها. اقرب قصيده الي من قصائدي يا شهيد الخاطبك رب العباد. اقرب شاعر الي بقصائدي كانما يحاكيني بالشعر، يعني فارس الوائلي. من الماضين مهدي الاموي، اما من المعاصرين فهو اياد كاظم الكربلائي. قصيده للشاعر جابر الكاظمي، يا صاحب الراس الذي فوق القناه مرفوع، هذا سلام من محب قلبه مفجوع، اتمنى ان اقرا قصائده. وقراتها جابر كاظمي، لا أقدر على أن أوصف ذلك الشعور بين الرهبة وبين الخشوع وبين يعني الروحانية العظيمة تلك التي تحتري شخص كلما كان صاحب معرفة بمنبر الحسين ومعرفة بالمكانة والخدمة التي سوف يقدمها، يكون شعور غريب. يعني شعرت بتوفيق من الله والحسين، أكفت نظرة يعني الحمد لله. وشكرا. أول قصيدة قرأها لي باسم الكربلاء، يا شيعة ودعوني بدمعكم شيعوني للإمام علي الهادي في صحن الحسين. الشاعر الذي تمنيت أن أقرأ من قصائده ولم أقرأه المرحوم هادي القصاب. مثل الأعلى في الرد المرحوم حمزة الزغير، رادود الكبير. أما في الشعر فالمرحوم الحاج مهدي الأموي الكربلائي. القصائد الأكثر إلى نفسي وتحاكي المجتمع عامة هي الشعبي، ولكن أحب أن أقرأ الملمع، أن يكون المستهل والربطات بالقريض وباقي الأبيات بالشعبي. طلب البلوشي يعتبر لي يعني تحدي وانتصار، ولدت له وله أحياء في الدنيا. المقامات ثقافة لا بد من الرادود أن يمتلكها. مهدي الأموي كلمة مرهفة وعقيدة، كنز لا زال مخفيا. يعني كان أستاذا وشاعرا وأديبا ويحتذى به في كل المجالس. حكمة التي سرت عليها دائما وسأبقى حتى آخر يوم في حياتي، أخدم الحسين بنفسك ولا تخدم نفسك بالحسين. هاي داري النوايب عتبوها، وعلى حالي العقيلة ناشدوها، لا خيم ويتلوذ بيها، ولا زلم ويتحن عليها، شلون بامريل يتامى حيروها. هاي داري النوايب عتبوها. اسمي خادم للخدم، اسمي خادم. يا عزائي بولائي، انت دمي يا حسين، دمي يا حسين.